مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة جوار السويس. صباح الفل يا محمود. البقيت تحارب نفس حارب الناس من المود بتاعك ومن شغلك الجميل، وبعد ما وصلنا لدرجة ان الناس كلها كانت بتطلبك بالاسم. باشا ده شرف لينا وكله بخيرك، والناس كلها يعني الحمد لله واثقة في حاجتنا 100%. يعني عوده الحميد الحمد لله. الاول قبل ما اخش في التفاصيل، انت دلوقتي بتشتغل اونلاين فقط. تمام. لو يا جماعه كان عنده محل وشوايه، لكن هو فضل ايه، كان عنده مطعم كامل. كان عنده مطعم كامل. دلوقتي هو طلبات الدليفري عليه الحمد لله تسمح ان هو يستقل بمحل يا جماعه لتجهيز الدليفري فقط، ولقوا في ميزه. ايه الميزه اللي بتقدمها للناس بتوعك؟ يعني بص يا استاذ احمد، احنا حاليا احنا بنحضر الاوردرات. لا، ايه الميزه اللي هتقدمها للناس؟ يعني لو واحد طلب اوردر صغير يا باشا نوديه، ما فيش الكلام ده. احنا عندنا بنسلم الاوردرات خميس وجمعه في القاهره. خميس وجمعه بتسلم؟ عاوز الخميس بياخدها، عاوز القاهره بياخدها، بنوديها كمان لغايه البيت. مكتب دليفري هو في القاهره بيوديها لغايه بيته. لغايه بيته. الله ينور عليك. احنا بنستلم الاوردر بنوديه له لغايه بيته، لو عاوز يجي هو بياخده ماشي من الشيخ زايد ماشي، عاوز احنا نوديه له في اي حته خلقها ربنا في القاهره احنا بنوديه. انت المحطه بتاعتك فين؟ في الشيخ زايد. في الشيخ زايد. تمام. اذا جمعه خميس وجمعه. خميس وجمعه. يبقى الخلاصه يا جماعه، محمود بيتميز ان ما عندوش اوردر كبير وما عندوش اوردر صغير. الكلام ده صح؟ صح. ايوه يا باشا. تمام. انت عارف كلمتنا واحده، فريش ومجمد فريش. بص يا استاذ ومتنظف. بص يا استاذ احنا بندخل الحاجه زي ما انت شايف كده، مش تابع يا جماعه، احنا بندخلها فريش لسه جايه اهي، لسه طريه يا جماعه اهي. بس احنا بنحضر الاوردرات طبعا، اللي عاوز حاجته في نفس اليوم الخميس طبعا بنوديها له. بتوديها له فريش؟ طبعا بتحجز حاجتها قبلها بيوم ويومين. تمام. فانت يعني بتحفظها له؟ بنحفظها له زي ما انت شايف كده حضراتكم. انا شايف يا جماعه سلمون، وشايف كل حاجه فوق البحر. بص وجمبري. طب ما تطلع لي كده يا محمود عشان الناس. هطلع لك يعني. دول كمان كلها يا جماعه. عاوز فين؟ دي كده يا جماعه طبره دراك. دراك. بصوا يا جماعه حاجه. بصوا دراك يا جماعه، يعني هو يا جماعه متنضف فريش ومتقطع فريش ودخل الفريزر مباشرة. دي شوربة سيفود. دي شوربة سيفود يا جماعة عليها ضغط، دي أكيد. الله. لا في نوع تاني برضه شوربة سيفود أكبر. تعالى. يا جماعة سيفود، دراك، طبرة، حسب العجوة، عايز كيلو كيلو، عايز نص نص. ده بقى ده بلح بحر. اوعى يكون بلح النيل. لا يا باشا. انا برضو عشان ايه نطمن الناس بس. بصوا يا جماعه ده شغل عالي عالي لطبق سي فود يكفي نفرين. نفرين نفرين ده تاني. لا ده اربع تنفوق. اربع خدها. الاب. ويتصل بيك يعملها ازاي؟ انا اقول له على طريقتها. ايه رايك بقى؟ انا اقول له على طريقتها. طريقتها سهله جدا، واحنا كمان هنعملها ان شاء الله، هنعمل لها فيديو مخصص. تمام. عاوزها حمراء ماشي، عاوزها نكملها. يا جماعه اللي هو بيقول لكم يا جماعه هديك الطبق ومعاه وصفتها. تمام. انا كان في خبط في دماغي دلوقتي فكره هتتعب شويه فيها محمود. لا يا باشا ولا يهمك. هتعمل على الكمبيوتر دي سي فود، هتكتب مكوناتها وطريقه عملها واسم المحل بتاعك ويتنزق على الطلب. تمام. هي هو ده ان شاء الله اللي احنا بنفكر فيه، وبنفكر كمان اللي احنا عشان استقرار على كل حاجه. لا في سبب. تمام. انا في القاهره، الاسماك دي جديده، كلنا عارفين الاسماك دي جديده عليهم. تمام. النهارده لما اوديله الكابوريا ومعاها الطرق المختلفه لعمايلها. تمام. تمام. انا هريح. ايوه طبعا. بص حضرتك يا استاذ احمد، يعني احنا اكتر الناس عارفه ان الكابوريا. بص الكابوريا دي عامله ازاي. لازم تبقى على سيفها يا جماعه عشان ما تفضيش. عشان ما تفضيش ومبطرخه. طب نتمنى الفكره دي طبق. تمام. زي ده انت هتقدمه وتيكت عريض كده اسم المحل وطريقه عمل السي فود. تمام. اذا كانت بيضه ولا حمراء. جماعه دي فكره لسه جايه في دماغي، ومحمود ان شاء الله هيجهزها لك وهيجهزها لكم وهيقدم لكم. يبقى انت واخد السمك وواخد معاه كمان ايه؟ ده السلمون النرويجي. النرويجي.
واخد بالك يا محمود؟ يبقى احنا بنقدم الطبق ده زي ده بالطحينه ماشي. بص ده بالطحينه ماشي، شوربه ماشي. لا شوربه لا، شوربه لا. ده طريقته اتنين، لا دقه لا طحينه، انضف حاجه تتاكل بيه. وانا دقتها بالطحينه دي يا جماعه بيديها لك مستويه يعني على الشطف والتسخين بس. طماطم ومتنضفه من جوه. يكمل يا محمود ماشي وبلح بحر يا جماعه على ما يجي لي بالطلب الثاني. لا ده لا ده ده بقى مش ده اللي انت كنت بتاكله حضرتك. ده جندفلي يا جماعه جميل جدا. ده اسمه بكلاويز. اسمه بكلاويز. ده بكلاويز ده العرايس يا جماعه العادي اللي احنا عارفينه. حجمه كله كده. يبقى اذا يا جماعه هو والله ربنا يبارك فيه عنده خبره يا جماعه. الراجل مش فاتح النهارده، الراجل عنده خبر السنين وغاب حوالي 7 شهور 8 شهور سنه تقريبا مش كده؟ لا كنت ناسي. ده في ليه ايه ده؟ ده قشر بياض. قشر بياض. قشر بياض بيبقى حنين في السعر عن عن ال بس جوده نظيفه. وعندنا بنعمل ناجل وعمور وكل حاجه حسب الطلب. بص يا جماعه علشان هي الطلب الاسبوع ده كده. جميل جميل. احنا برضو يا جماعه معاه وهناخد له واحد بيسالني الاسعار. حاضر حاضر حاضر. وارقام التليفون. حاضر. جالي سؤالين يا محمود عايزين رقم التليفون ورقم الصفحه ناخدهم الاول. ده يا جماعه كاليماري وده سردين. ده سردين. نحضر بقى للتليفونات والصفحه. تمام. عنده يا جماعه صفحتين او صفحه اسماك السويس ام وتاني صفحه اسماك السويس ام ام كابتن. ورقمه رقمه 015 572 11 695. والرقم والصفحه الثانيه فوسفور اند مور. فوسفور اند مور. تمام. اوعدكم يا جماعه عشان اوفر عليكم هنزل لكم في الفيديو الصفحه ورقم التليفون في كل صفحه. خلاص. تمام. عشان ما نعطلش الناس. اتفضل. اذا يا جماعه هنتابعوا بص بقى على صفحتين خليهم بزمهم خير ربنا موجود. بص بقى دي اللي هو البوري لحضرتك ده. انا سمعت ده كان في شركه عندك وطالبه. هو ده دي الشركه دي. ده طالع شويه كده. قال لهم يا جماعه على ما جهزها لكم دي طلع الشركة مش هنقول اسمها يعني حتى حتى الشركات يا جماعه بتتعامل معاه للثقه والجوده اللي هو بيعمل. لازم يبقى السمك كده. خلاص سيبه. بصوا يا جماعه الجوده بس. خلاص خلاص خلاص. هو يا جماعه بيجهز طلبك وخميس وجمعه بيطلع لك الطلب لغايه عندك. في شعور يا جماعه متنضف اهو يا باشا. شيل كده ده يا محمود. بصوا يا جماعه عين الشعوره يعني متجمده وهي فريش. بص كده يا باشا. الله الله يا جماعه ليه جمال في ده؟ في ايه؟ ان هي طازه بيحطها وهي فريش ما تحطش عليها تلج، يروح حاططها في التجميد السريع تطلع بهذا الجمال. حضرتك او حضرتك هتطلعيها وهتتعاملي معاها بنفس. انا شايف في غطا موسى عندك يا باشا. غطا موسى لك ازاي؟ وعندي شرفان. وناجل حر يعني حاجه. بسم الله ما شاء الله. احنا لازم نحافظ على سمكنا. السؤال اللي هيسرح هو اضطر يعمل كده ليه يا جماعه؟ انت طلبت الاوردر بدري عايزه تجي لك طازه مثلجه مش مجمده. نجيبها. نجيبها. بص يا استاذ احمد انا كل الاسبوع ده انا شغلي لسه هبدا اشتغل. انا خلي بالك انا بطلع الاوردر بتاعي بسلم اول اوردر في مصر. طب النهارده الخميس هتطلع يعني طالع دلوقتي. بعد 3 ساعات ان شاء الله على من هنا الشيخ زايد. على الشيخ زايد. ومن هناك في ناس بتوزع للمناطق كلها. الجمهوريه كلها. القاهره قصدي. القاهره. يعني انا الحاجه بتتحضر في الشيخ زايد عشان عندنا طبعا هناك برضو ثلاجات. وعندنا برضه يعني انتوا جروب مجموعه عمل. واحد بيناول واحد وواحد بيناول احنا اثنين. احنا اثنين فوسفور اند مور. انت تحضير. انا تحضير وتجهيز وكل حاجه. وهناك تسليم وتوزيع كل حاجه لغايه باب البيت. تمام. جميل جميل. وبرضه اسلوب محترم وناس محترمه. طيب وناس يعني حاجة ناخد اسعارك اسعار السوق.
بص يا استاذ احمد، كلمه الاسعار كل النهارده وضع وبكره وضع، عشان ما نضحكش على الناس. الرينج الرينج يعني النهارده الشعور، الشعور النهارده يعني 140 150 جنيه. اه بس احجام جميله. اه ماشي. في بقى حاجه تاني انا عاوز اوصلها لك برضه يا استاذ احمد، ممكن اجيب لك شعور ب 120 جنيه و 110 وب 110 وب 90 جنيه وب 100 جنيه. انا ما بعرفش اشتغل في الكلام ده. يعني انت بتشتغل في الجوده؟ انا ما بعرفش اشتغل. واسمي ماركه. الزبون بياخد لو في غلطه عنده حصلت في كيلو سمك بيتصل بيا، بيروح له غيره او تمن. واستحق ده طبعا، ما مش هتقبل انه يتغير. لا ما ده انا بفرد، مش هنستنى لما لا هو من هنا. بص انا ده انا بفردها لك بعد المستحيلات. ايوه لو غلطه اه احاسب على الاوردر كله. تمام تمام يا جماعه، احنا الاسعار تابعوها على الصفحه عشان ريح دماغكم. الاسعار تباعا اسبوع واسبوع بتنزل الاصناف. اه طبعا. والاسعار الفريش والمجمد. مش المجمد، احنا كده كده بنحضر حاجتنا بنجيبها فريش وبنصورها فريش وبننزلها فريش. تمام ماشي. يعني بس عاد بتوصل لك مجمده علشان ضمان. بس انت طالبها من يومين فاتوا بس كده، فمش هتقع. هو مش عايز، كان ممكن يقعدها في التلج يا جماعه، بس هتنزل جودتها. صح لا صح. التلج يا جماعه فيه ملح، فيه ملح بياكل العين وبياكل يبقى فيه ملح. معلش هقول لحضرتك على حاجه، لما احط مثلا تلج على 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 سمك صحي بالنسبه للجوده الصحيه، الملح نفسه بيمص السمكيه، بيقلل من طعمها غير التلاجه العاديه. تمام يا جماعه، يبقى احنا اتفقنا يا جماعه حاجه طريقه كده نظيفه. اتفقنا بكل حاجه، بنستقبل طلباتكم طوال الاسبوع، والتوزيع خميس وجمعه. خميس وجمعه الشيخ زايد، ومنها ينطلق لاحياء القاهره في اي حته. كل التمنيات الطيبة، وإن شاء الله هنزل لك في الفيديو الصفحة ورقمها عشان الناس إن شاء الله تتمتع بإذن الله، بيرجعوا لزمن محمود. وإنت طبعا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني مصدر ثقة. الحمد لله والله أستاذ أحمد، ربنا اللي يعلم، والناس بتشكرك كلها، سواء بياعين سواء زبائن. الحمد لله، إحنا عايزين المحبة دي بس يا محمود. وبكده يا جماعة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.